ضرب الأطفال، أنت تعلم أن بعض الأمهات يضربن الأبناء ضربا مبرحا، يعني هل تحاسب الأم على هذا الضرب لأبنائها شيخي الكريم، حتى ولو كان من أجل المصلحة للأبناء ولتأديبهم شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهنا جواز بس من أجل الصلاة، من أجل الصلاة التي هي عمود الإسلام، حتى ينشأ الولد الصغير البنت الصغيرة على محبة الصلاة وعلى اعتياد. تأديب وليس انتقاما. لا 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 لا، هو الضرب يعني مقيد عندنا بالضرب غير المبرح، يعني أنا لا أضرب وجها ولا أجرح جرحا ولا أكسر عظما، وإنما هو يعني ضرب يسير، ضرب تأديب، ضرب تأديب، لكن لا أكسر منه، لأن الشيء إذا كثر لا يؤدي إلى نتيجة. يعني شوف بيقول لك حتى عندنا في المسجد يقول لك ده جدته نحاسة، يقول له اضرب ايدي ما بتوجعنيش. ايوه او مش بتوجعني. ايوه انما هو انه لا يضرب كثيرا، وانما هناك وسائل اخرى، وسائل اخرى كالحرمان مما يحبه الطفل، كأن تصحبه عندما ينفذ الى فسحه ويحبها، ان تاتي له بشيء هو يحبه، ففي وسائل اخرى، فلا نجعل الضرب دائما يعني عمال على بطال، لن يؤدي الى نتيجة.